موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. دعا وزير الخارجية الجزائري رمضان العمارمرة الاثنين أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لآفة الإرهاب. وذكر العمامرة بمساهمات الجزائر العديدة والرامية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وكذا التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية لدول الإفريقية حول مكافحة الإرهاب والتطرف. استشهد الشاب صدام حسين بن يعود فجر اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة معززة بقوات من الجيش الاحتلال اقتحمت طوباس وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان، ما أدى إلى إصابة بن يعودة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقاً. وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظة الضفة الغربية. أثار سحب الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من البرلمان جدلاً في البلاد، بينما ذهب إلى أن أسباب سحب القانون ترتبط بالنصوص الخاصة بالإثراء غير المشروع، ومن يرى في سحبه تريثاً من أجل إدخال تعديلات من بينها ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي وبعض النصوص المتعلقة بالحرية الفردية. وشكلت مسألة الاعتقال الاحتياطي موضوع نقاشات خبراء في مجال العدالة وأحد المطالب الحقوقية. انطلقت أمس الاثنين أولى جلسات الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي. وشددت بودن على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين. أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، مؤكداً أنه لا يريد أن تكون استقالته طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة. وقال قرداحي في حديث لقناة أم تي في اللبنانية: أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكاً بالوزارة عناداً. قال وزير الخارجية الإيراني حسن أمل عبد اللهيان أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزامها بصورة كاملة. وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أشار عبد اللهيان إلى محادثات مقبلة في فيينا التي ستنطلق يوم 29 نوفمبر الحالي، مؤكدا أن جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أمريكا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في القمة الافتراضية على مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنب نشوب صراع وخفض التوتر وتحسين التواصل بين الطرفين. وشكلت تايوان ملفاً خلافياً أساسياً على طاولة المفاوضات، إذ حذر بايدن نظيره الصيني من أي محاولة أحادية لتغيير وضع تايوان، وأتى الرد بأن إجراءات حاسمة ستتخذها بكين، إذ تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان خطاً أحمر، كما أعرب بايدن عن مخاوفه حيال حقوق الإنسان في الصين.
قال العاهد الأردني الملك عبد الله الثاني إن الاثنين إنه لا يسمح لأحد بأن يتدخل في قراره الوطني أو يساومه عليها، وذلك خلال كلمته في افتتاح دورة العادية الأولى للبرلمان الأردني 19، شدد على أن الوصاية الهاشمية أمانة يتشرف بحملها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعياً للإسراع في مناقشة إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان. نهاية الموجز، في أمان الله.